إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. المكتبة الوطنية المملكة المغربية، يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء الثقافي. تحتضن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية اللقاء أو الجمع العام الدولي لوكالة الترقيم الدولي، وهي كما هو معلوم وكالة دولية تضم في عضويتها مجموعة من أو معظم دول العالم، وهي تنعقد في المغرب لأول مرة في أول دولة عربية وثاني دولة في إفريقيا، وهدفها هو وضع المعايير الدولية للنشر والتوزيع، بالإضافة ليس فقط بالنسبة للمحمولات الورقية بل أيضا للمحمولات الرقمية المتعلقة بالكتب والمنشورات وكذلك بالموسيقى. ومن المفترض أن تكون هناك مجموعة من القرارات في إطار تطور مجال النشر والتوزيع. لقد أبى هؤلاء الأعضاء إلا أن يحضروا في هذا اللقاء أو هذا الجمع العام، متضامنين مع ما عرفه أو ما عرفت بلدنا من مصاب جلل جراء الزلزال، وقد شاهدوا وتضامنوا معنا خصوصا بعد التعليمات التي أعطاها صاحب الجلالة عزه الله للحكومة من أجل التضامن الكامل مع المتضررين من هذا الزلزال، ورأوا بأم أعينهم كيف أن الحكومة وأيضا الأمة المغربية جمعاء تضامنت من أجل التخفيف على المتضررين من هذا الزلزال والدعم النفسي والمادي الذي لقوه، بالإضافة إلى أن من هؤلاء من حضر قبل الهزة الأرضية التي عرفتها بلدنا، وأعجبوا بل تمنوا عاليا الدعم والحماية التامة التي لقوها سواء من طرف السلطات أو من طرف عمال هذه الفنادق أو من طرف المغاربة بصفة عامة.